بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس الثامن في الرقية، والآن سندخل في عمق العلاج. فكان العلاج الذي وصفته قبل الآن علاجا مبسطا لعامة الناس ومبدئيا حتى يستفيد منه أكثر الناس، والآن سندخل في علاج أكثر معمق وهو خاص للمتمهنين للمختصين في الرقية، ولكن يمكن للعامة طبعا أن يستفيدوا منه ما استطاعوا. فنواصل في التشخيص. فالسحر يعمل بأربع كيفيات، إما يكون مأكول، قطرات تجعل في الطعام أو في الشراب فيأكله الإنسان أو يشربه فيأتي في بطنه مثل اللصق ويلصق في المعدة أو في الأمعاء، فيحاول الجسم إزالتها كأنه طعام أو شيء يعني خارجي يحاول هضمه. فإذا كان في المعدة فالحوامض الهضمية تهاجمه فيعمل حريق، يعمل حريق في المعدة، حموضة، تكون حموضة زائدة لأنه يحاول هضمه حتى يقع يعني التهاب في المعدة، ويمكن أن يتطور إلى قرح في المعدة. وإذا كان في الأمعاء فيصير انتفاخ في الأمعاء فيسبب في ألم في مغص، وكذلك في إمساك في البطن، ومع كثرة الدفع من بسبب الإمساك تقع البواسر. وكذلك يمكن هذا السحر المأكول أن يحصل في أي مكان من المدخل إلى المخرج، فإذا وقع مثلا في الفم فيعمل قروح في الفم أو كذلك في الحلقوم. وطبعا هذه الأمراض كلها ليس لها تفسير طبي، ولكن يمكن للأطباء أن يروا أن فيه قرح أو فيه يعني كذا أو فيه التهاب، ولكن لا يمكن أن يحددوا سببه ولا أن يزيلوه، ولكن الأدوية ستنقص من حدته. مثلا أدوية ضد الحوامض فهي يعني تلطف الحموضة وقتا ما، ولكن لا يمكن أخذها باستمرار لأننا نحتاج إلى هذه الحوامض حتى نهضم طعامنا. وكذا يمكن كذلك العملية يعني قطع يعني قطعة من المعدة أو من الأمعاء التي خربت يعني بالسحر فيستريح الإنسان نوعا ما. فهذه هي تقريبا الحلول الطبية، وكذلك اجتناب الأطعمة التي فيها حموضة لأنها تزيد من المشكل، ولكن يعني ولو تجتنبها فالمشكل دائما موجود. فهذا السحر المأكول ونزيله كما أخبرنا بالسنة، السنة المكي. تغلى ملعقة كبيرة من السنة مع نصف لتر من الماء المرقي ويشرب على الريق، فيفرغ البطن ويزيل السحر كأنك تقلع اللصق من جلدك فيسبب آلام، لأن لو عندك لصق وتجذبه فيؤلم. فإذا كان اللصق في مكان على جرح وتجذب يعني هذا اللصق لتزيله فطبعا سيؤلم كثيرا، فمرات يسبب السنة في آلام كثيرة، ولكن هذا السنة لا يضر بالجسم بل هو يهاجم السحر، وبسبب أن المعدة والأمعاء قد تضرروا من جراء السحر فيكون يعني أخذه مؤلما، ولكنه لا يضر. كأن يعني لو عندك حذاء
يجرح رجلك، فلما تغير الحذاء فرجلك ستبرأ بنفسها ولا تحتاج إلى دواء ولا شيء إلا إزالة السبب الذي يسبب هذا الجرح، يعني هذا الحذاء. وهكذا لما يزيل السنة السحر، وإن كان مرات يعني يخرج معه الدم، يعني كأنك عندك جرح وتأخذ منه اللصق فيسبب في سيلان الدم، يعني مهما كانت آلام السنة فلما ينتهي السحر فأخذ السنة لا يسبب ألما، والبطن سيبرأ بنفسه إن شاء الله تعالى. وهذا السحر المأكول قد يتطور أيضا حتى يصير كرون ديزيز، يعني مرض كرون في الأمعاء، وقد يصير حتى إلى السرطان في الأمعاء عافانا الله تبارك وتعالى. فإذا وصل الأمر بتدهور حال الأمعاء أو المعدة فالسنة سيزيل السحر ولا بد منه، لأن السحر يسبب هذا التدهور ويزيد فيه مرة بعد مرة. وبعد إزالة السحر فيبقى الأمر طبي، يبقى أن يعني هذا المرض الذي وقع يعني يبقى أنه واقع، ويتابع الإنسان يعني يتابع الدواء مع الأطباء. وإذا كان في منطقة ما لا يوجد السنة، على كل حال هو يباع يعني في كل مكان فيه الصحراء، ينبت يعني في شمال إفريقيا وفي الدول تحت الصحراء مثل السنغال وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان، كل هذا يعني يوجد فيه السنة، وكذلك السعودية ودول الخارج، وكذلك الهند والصين هي أكبر مصدرات في العالم للسنة، فيوجد في انترنت يمكن أن تشتروه، وفي كثير من الدول يوجد في الصيدليات. على كل حال إذا لم تجدوا السنة فاذهبوا إلى العشابين في بلادكم واسألوا منهم الأعشاب التي تزيل السحر المأكول، ثم استعملوها بالماء المرقي، يعني خذوا هذا العشب الذي هو معروف منذ الأجداد أنه يزيل السحر المأكول، وتابعوا الوصفة التي يبينها صاحب الأعشاب، فقط عوضوا الماء العادي بالماء المرقي بالقرآن، إن شاء الله سينفع، لأن هكذا العلاج يعني هو متنوع يعني متعدد، ليس هو يعني ضرورة يكون علاجا واحدا. وهذا السنة إخواني يمكن أن تضيف فيه السدر، ولكن لا ينفع أن تضيف فيه الحبة السوداء أو العسل، لأن مفعولها متضاد، مفعولها يعني مضاد، يعني السنة يفرغ البطن، والحبة السوداء والعسل هو للتغذي، وهو والسنة بالعكس هو للإفراغ. وكذلك يعني أذكر يعني بالنسبة للأطفال، كثيرا ما يأخذ السحر الأطفال من أمهاتهم، فإذا كانت المرأة بها السحر فيوجد تقريب 50% من النسبة أن يصاب الطفل بسحر الأم، فهذا يسبب في ضعف صحي في الطفل خاصة من ناحية البطن، وكذلك يكون سلوكه بليدا، يعني لا يسمع الكلام، لا يطيع، ولا يحب الدين ولا يحب الدراسة، ويكون صعبا تربيته، ودائما يعصي مهما عاقبته، فهذا يدل على أن الطفل مصاب بالسحر، لأن التربية العادية لا تنفع معه. فهذا الأطفال إذا أخذوا السحر من الأم فعلاجهم أخذ السنة، لأنه مهما كانت الكيفية التي عمل بها السحر للأم، إذا كان مأكول أو إذا كان في القبر أو إذا كان في الأرحاب، أي نوع من السحر، فبالنسبة للجنين فهو مأكول، لأنه يأخذه في دم الأم، ولهذا يحتاج إلى أخذ السنة. فإذا كان الأطفال يعني إذا كان الأم مثلا تشك في نفسها أنها مسحورة، فالأفضل أن تأخذ السنة بضعة أيام، 4 أو 6 أيام وقت الحمل، حتى يعفى الجنين من هذا السحر، وهو أفضل،
حتى لا يؤثر فيه من البداية. وأما إذا ولد فتأخذ الأم السنة فيشربه الرضيع في لبنها، وهذا أسهل، وتشربه هكذا 4 أو 6 أيام. ويجب مراعاة أن هذا السنة سيسبب إسهالا للرضيع، فإذا رأيت يعني الرضيع عنده إسهال وكلما ويعطش فكلما يطلب الحليب فتعطيه الحليب فيزداد إسهالا، لأن الحليب بنفسه حليب الأم فيه السنة، فأعطوه بعضا من الماء يعني حتى لا يجف. وإذا كان قد انتهى من الرضاعة فأعطوه الحليب في الرضاعة، يعني في الرضاعة حتى يشرب، يعني مثل مقدار الرضاعة العادية، أعطوه السنة عفوا في الرضاعة حتى يزول منه هذا السحر. أما إذا كبر يعني وتجاوز يعني أخذ الرضاعة فيشرب الحليب مثل يعني عادي يعني في الكأس، ولكن الكمية تكون على حسب جسمه، على حسب نمو جسمه، فيشرب هكذا 4 أو 6 أيام حتى يزول منه هذا السحر. فقلت لكم يعني المرأة إذا كانت حامل وبها السحر ففيه نسبة 50% أن يصيب الرضيع، أن يصيب الولد، ولكن فيه حالات أشد من هذا حفظنا الله، إذا فعل السحر وقت الحمل، أو فعل السحر حتى المرأة لا تلد لا تنجب، أو فعل السحر لإفساد الولد، فيمكن أن يسبب أكثر من هذا، فيمكن أن يصير الولد معاقا. وهكذا يعني الأطفال المصابين بالتوحد في تجربتنا كلهم سببهم السحر الذي عمل للأم، فيعني هذا السحر يمكن أن يسبب التوحد. وفي بعض المناطق يخبرنا الناس أن حالات التوحد أصبحت كثيرة، وذلك لأن السحر أصبح كثيرا بين الناس وبين النساء وعند الزواج، فهذا يصيب الأطفال فيكثر الأطفال المصابين بالتوحد. فهؤلاء الأطفال يعني وقع تشويه في خلقهم منذ وقت الأجنة، منذ يعني تكوينهم في بطون أمهاتهم. فهذا التشويه يعني نحن لا نستطيع من ناحية العلاج أن نعكسه وأن يعود الطفل إلى صفة طبيعية، لأن من أصل خلقته لم يتكون بصفة طبيعية. أما إذا كان الإنسان يعني سليما ثم أصابه السحر، ولو أصابه الجنون مهما أصابه، فيمكن بإذن الله تعالى أن يعود إلى حالته الأولى، أن يعود سليما. أما إذا كان من أصل تكوينه وقع تشوه فنحن ليس لدينا حل حتى يعود سليما، ولكن نعالجه بأخذ السنة وببقية العلاج حتى نزيل ما به من سحر أو جن، وهكذا سيتحسن حاله، سيقع فيه بعض التحسين، ولكن لا نستطيع أن نقول كم سيتحسن، ولكن هكذا بالتجربة. بعض الأطفال كانوا لا يجلسون فصاروا يجلسون، أو لا يتكلمون فصاروا يتكلمون قليلا، أو كانوا يضربون ويصيحون فصاروا هادئين، أو كانوا يعني لا يمشون إلى المرحاض بأنفسهم فصاروا يمشوا إلى المرحاض بأنفسهم. فمهما كان التحسن، مهما وقع من تحسن، فهو مهم، وهو سيعين الوالدين ويخفف عنهم يعني هذا البلاء. الله تعالى يشفينا ويشفي أولادنا ويشفينا جميعا. فهذا السنة كما يعني بينته هو مهم لكل الأطفال المصابين، فإذا جاءنا أي طفل مصاب ببعض الأعراض، هي 4 أعراض كما ذكرنا، التعطيلات والمشاكل الصحية الغير عادية والحالات النفسية الغير عادية والمنامات المزعجة، فلا بد أن نعطيه السناء، لأنه فيه إمكانية كبيرة أن مرضه جاء من طرف الأم، من السحر الذي فعل للأم وانتقل للولد وقت الحمل. ويقع نادرا أن ينتقل السحر من الأب إلى الطفل، ولكنه نادر، ولكنه يمكن كذلك.
أما غالبا فيأتي من الأم. فهذا بالنسبة لأول نوع من السحر وهو المأكول وعلاجه السناء وكما ذكرنا. النوع الثاني في السحر هو الموضوع في الجسم، يعني يرسل جن يجعل هذا السحر في جسم الإنسان، في الرأس، في القلب، في الظهر، في الأرحام، في أي مكان في جسم الإنسان، فيسبب أوجاع وتعطيل في الجسم. مثلا حتى الإنسان يصاب في عقله، لا يستطيع أن يدرس أو يصير مجنون فيجعل السحر في الرأس. حتى يصاب الإنسان في عواطفه، يكون فيه الغضب أو الكآبة أو الاعتزال فيجعل السحر في صدره. وحتى المرأة لا تلد أو لا تتزوج فيجعل السحر في أرحامها وإلى غير ذلك. ويمكن أن يجعل السحر في مكان في الجسم فقط، يعني حتى يعني كأي مكان حتى يعني تصعب إزالته. فمثلا وراء الكتف، يعني في مفصل الكتف، كثيرا ما يجعل السحر في ذلك المكان، فيشعر الإنسان بحرج، بشيء ليس بالضرورة مؤلما ولكنه محرج، كأنه شيء يعني غريب يعني هناك. فهذا النوع من السحر علاجه الحجامة، والحجامة سنة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هي من الطب الصيني، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من 40 داء، وفي حديث كذلك أن الحجامة شفاء من السحر. فنقوم بالحجامة على أي مكان فيه القلق، فيه الوجع أو المرض أو أي مكان فيه يعني أمر يعني غريب، هو خاصة لسببين، إما لوجع أو لتعطيل في العظم. مثلا إذا كانت آلام الرأس نعمل الحجامة على الرأس، ولكن كذلك إذا كان مشكل يعني في عمل الدماغ مثل شدة النسيان أو عدم الفهم أو الجنون، وإن كانت لا توجد أوجاع في الرأس فلكن نعمل الحجامة في الرأس. كذلك الأرحام، إذا كانت أوجاع في الرحم في وقت الحيض أو في غير وقت الحيض أو في وقت الجماع فنعمل الحجامة على البويضتين وكذلك على العانة، ويمكن كذلك على أسفل الظهر إذا كانت المرأة تشعر كذلك بالوجع في الظهر. وإذا كان تعطيل في الإنجاب يعني في الحمل فكذلك نعمل، أو أن فقدان الحيض يعني في غير وقته كذلك نعمل الحجامة على البويضات وإذا لزم على الظهر، وإن كانت ليست آلام فلسببين، إما أن تكون آلام أو شعور غير عادي أو تعطل في عمل ذلك العضو فنقوم بالحجامة. وليس ضروري أن نتأكد أن المشكل من السحر، لا، بل لما يعني إذا كان أي شيء غير طبيعي يعني غير عادي في العضو فنقوم بالحجامة. لماذا؟ لأن أصلا الحجامة هي شفاء، هي يعني علاج، وهي السنة لأمراض عديدة لا يعالجها الطب العصري. وثانيا، وإن كان المرض يعني معروف عضوي، مثلا إنسان تكسر ظهره أو ركبته فبقيت الأوجاع فالسبب معروف، ولكن هذا لا يمنع أن يكون كذلك فيه سحر. وكذلك لأن الإنسان إذا كان عنده نقطة ضعف في جسمه فالجن يستغل ذلك الضعف حتى يبقى فيه ويتمركز فيه ويزيد في ذلك الضعف وفي ذلك المرض. ولهذا أي شيء مختل في الجسم فنقوم بالحجامة. فتأثير الحجامة على السحر سأبين لكم يعني تأثير الحجامة على السحر وكذلك على الجن. لما تتخاصم مع الجن كأنك تتخاصم مع الشبح، فهذا الشبح لو تضربه أو تطعنه يعني بالسكين أو تضربه بالرصاص لا يؤثر فيه، ولكن لو كان عندك يعني مصاص يعني هوفر مثل الآلة التي يعني تشرب الغبار، تمس الغبار، فهو سيشربه ولا يستطيع أن يقاوم تلك الآلة. فهكذا الحجامة تؤثر على الجن
يعني تؤثر على الجن تشرب جسمه. فمرة قمنا بالحجامة على المرضى وتكلم الجن عند أحد المرضى وقال لماذا تجعلوننا في الزجاجات؟ فالجن لم يفهم يعني، ولكن هو يعني في جسم المريض، فشربته كأس الحجامة، فقال لماذا تجعلوننا في الزجاجات؟ لم يفهم يعني ما هو الصائر. فهكذا تشربه الحجامة. والسحر من نفس طبيعة الجن، هو عبارة على طاقة سلبية، طاقة يعني خبيثة موجودة فتشربه الحجامة. فهكذا الحجامة يعني مفيدة جدا للسحر وكذلك للجن في الجسم، أفضل من الضرب، وهو يعني لا يضر المريض بل هو ينفع، لأنه دواء طبيعي وكذلك من السنة، ففيه كذلك الأجر وأحياء السنة. ولما نعمل الحجامة على المريض في كل الأماكن وليس فيه حد لعدد الكؤوس التي تجعل على المريض، فلما نضع الحجامة نقرأ الرقية مدة 20 دقيقة والحجامة على المريض، فهك هذه الرقية ستحرق يعني هذه الأسحار التي في جسم المريض، والكؤوس الحجامة ستشربها حتى يطلع. فأغلب الأوقات هذه الألم ستنتهي يعني بمجرد نزع الحجامة، فلا يشعر المريض بهذا الألم. وأحيانا إذا كان هذا السحر يعني متعمق ومتشبث في المريض، فنكرر الحجامة مرتين أو ثلاثة يعني بعد أسبوع أو بعد أسبوعين من انتهاء يعني من العلاج، فنعيد الحجامة في الأماكن التي ما زال بها ضرر، وإن كان قليل يعني إذا نقص الوجع فنعاود الحجامة، ويواصل المريض في الغسل بالماء والدهن بالزيت واستعمال البخور حتى تنتهي أوجاعه ويعود جسمه إلى حالة طبيعية. طبعا فيه بعض الحالات التي يعني نتجنب فيه عمل الحجامة، وأولها مرض الهيموفيليا، وهو مرض يجعل الجروح لا تخمد، الجروح لا تنسد، وهذا يعني مرض يعني على حسب علمي لا يوجد في الدول العربية، يعني قد نادر في الدول العربية، وعند السود ليس موجود، وهو خاصة عند البيض، عند البيض، فهو مرض يعني وراثي، والمريض هو بنفسه يعرف هذا أنه إذا جرح فلا ينتهي سيلان الدم. أما بالنسبة لمن عنده يعني مرض السكر أو يستعمل أدوية سيلان الدم من أجل القلب، فهذا لا تضر معه الحجامة، لأن الجروح التي نعمل لا يسيل منها الدم، هي جروح خفيفة جدا، وعندما تجعل كأس الحجامة فتلك قوة المص ستخرج قطرات الدم، ولما تزيل الكأس فينتهي الدم مباشرة. فالذي عنده السكر أو يشرب الدواء لسيلان يعني الدم، فإن يمكن أن نعمل ما هو الحجامة، لأن الحجامة التي نعملها في الرقية خفيفة جدا، ليست مثل الحجامة الطبية لإزالة الدم، لأن ليس مقصودنا أخذ كمية مهمة من الدم، ولكن مقصودنا أن يكون مخرج ومنفذ حتى يخرج منه السحر فقط، فهي خفيفة جدا. وكذلك لا نعمل الحجامة لمن هو يأخذ يعني الدواء الكيميائي والراديوثيرابي للمصابين بالسرطان أو بالأمراض الثقيلة، لأن هذه الكيميوثيرابي والراديوثيرابي يعني عندها تأثير قوي في جسم الإنسان، نحن لا نتحكم فيه، فلا نعمل الحجامة لهؤلاء المرضى كذلك. وكذلك في الرقية لا نستعمل الحجامة الجافة بدون سيلان الدم، لأن المقصود هو إخراج السحر الذي في جسم الإنسان. وفقنا الله تعالى لكل خير، وسنواصل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.